هذا يوم تعريفي مهم جدا يصار إليه كل عام، وطبعا هذا بمشاركة طلابنا وطالباتنا اللي بيساعدونا في ترتيب كل ما يتعلق بهذا اليوم الجميل، لأنه يجب أن تكون دائما القدس حاضرة. وبالتالي نحن في الجامعة سعيدين أنه إحنا قاعدين بنوجه طلابنا، بنطلعهم على التخصصات الموجودة وتميز جامعة القدس، خاصة كما تعلمون جميعا أن جامعة القدس لديها نماذج مختلفة زي التعليم الليبرالي في القدس بارد، في عندنا التعليم الثنائي، في عندنا مجمع الصحي المتميز وهو الأقوى في فلسطين. كل الشكر والتقدير لهذه الجامعة. هذا اليوم يعرف الطالب بالتخصصات الموجودة، سوق العمل الموجود، ويكون على معرفة مدى ملائمة هذه الأمور لشخصية الطالب ولسوق العمل المستقبلي. نبرك تحية لجامعة القدس ولطلبتنا الأعزاء ولإدارة جامعة القدس على تنظيم هذا اليوم الإرشادي المبارك لطلبتنا الأحبة في مدينة القدس، محافظة القدس، على العاصمة الأبدية لفلسطين. هذا اليوم الإرشادي الذي يعقد كل عام بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وبين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، يتم في شرح لطلبتنا الأعزاء طلبة الثانوية العامة كيفية الدخول إلى عالم التعليم العالي إلى جامعاتنا الفلسطينية، يتعرفوا فيها على التخصصات والبرامج المطروحة من خلال جامعاتنا بلقائهم بممثلين مؤسسات التعليم العالي والتعرف عليهم مباشرة. نحن بنشكر جامعة القدس على هاي الاستضافة، وبنشكر المتطوعين انهم استضافونا بهذا اليوم الارشاد المهني، وبنشكرهم انهم عرفونا على جميع هاي التخصصات في هاي الجامعة وبالجامعات الاخرى في فلسطين، وان شاء الله احنا رح نكون من طلاب هاي الجامعة. احنا اليوم نشكر جامعة القدس على استضافتها لنا في هذا اليوم الارشاد حتى نتعرف على التخصصات الجامعية في جامعة القدس. أنا بشكركم لأنكم أنتم ساعدتوني وتعرفت على الكليات والتخصصات.